والنهارده هنجرب مكان مميز سكر ولبن الموجود في الوسان. واحب اشكر سكر ولبن على افتتاح اول فرع لهم واقول لهم الف الف مبروك. والفيديو ده لعشاق الحلويات وبس. ويلا بينا نجيب المميز من المنيو ونشوف عندهم ايه جامد. وتقول لي تحب من الدنيا ايه؟ اقول لك الحلويات يا بيه. ونبدا بالبمبوزه اللي عباره عن دلع فوقها دلع. ونخش على الاشطوطه. اي نعم اتهرست في كل محلات الحلويات، بس هنا مميزه. واقول لك مميزه ليه؟ لا عشان المكسرات ولا عشان بتعمل فريش يوم بيوم، عشان لو انت عامل ريجيم زي حالات هتلاقيهم كاتبين لك في المنيو السعرات الحراريه في كل طبق حلويات، وده حاجه مميزه اول مره اشوفها هنا. وده كريم بورليه، وتعالوا نشوف اختراعه ولا في الضياع. طبق الحلويات ده من غير مبالغه السعرات الحراريه فيه مليون. الناس اللي بيعشقوا الحلويات زي حالاتي هينفع قوي معاهم. ونخش على الرز بلبن. بسم الله من كل قلبي. لو عايز تخرب الرجيم بتاعك وانت مغمض تعال عند سكر ولبن في الوسيل. وشعار المحل سكر ولبن بيقول لك تستاهل بوقك. وسكر ولبن موجود في الوسيل عند جامعه الوسيل، وده رقم المدير المسؤول عشان اللي حابب يتواصل معاهم. وبس كده يا بشوات.